وننتقل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أغلق سوق أبو ظبي اليوم على تراجع طفيف بنسبة 0.2% عند مستوى 9970 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1,292,000,000. ومن أصل 58 شركة تم تداول أسهمها اليوم، ارتفعت أسهم 29 شركة، بينما انخفضت أسهم 19 شركة وبقيت 10 شركات على ثبات. وعلى صعيد الأسهم المرتفعة، تصدر سهم شركة ADC Corporation للاستحواذ قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا بنسبة 8%، ليغلق عند 1.35. تلا سهم شركة إيزيليس لتأجير الدراجات النارية بنسبة 6.9%، ليغلق عند 43.40. كما أغلق سهم شركة إشراق للاستثمار مرتفعا بنسبة 4.2%، ليغلق عند 0.62. وتصدر سهم البنك التجاري الدولي قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا بنسبة 10%، ليغلق عند 0.99. أما في سوق دبي المالية، فقد أغلق المؤشر العام على صعود بنسبة بلغت 0.79%، ليغلق عند مستوى 3463 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 281,000,000 و 722,000. ومن أصل 31 شركة تم تداولها اليوم، ارتفعت أسهم 17 شركة، بينما انخفضت أسهم 9 شركات وبقيت 5 شركات على ثبات. وارتفع سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 9.26%، ليغلق عند 0.18. كما ارتفع سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 4.34%، ليغلق عند 0.67. كما صعد سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 3.32%، ليغلق عند 0.87. بينما أغلق سهم شركة الإمارات ريت منخفضا بنسبة 3.57%، ليغلق عند 0.27 دولار.